وبالعودة إلى أسعار العملات، ينضم إلينا من دبي محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب رائد الخضر للحديث أكثر حول تطورات العملات الأجنبية. أستاذ رائد، كان سؤالي لك حول ندوة جاكسون هول، وكيف يعني أثرت على المزاج العام في أسواق العملات تحديدا هذه القوة التي اكتسبها الدولار في بعد تصريحات جيروم باول؟ تصريحات جيروم باول كانت يعني في جاكسون هول قوية وذات تأثير كبير جدا على الأسواق، لأنه التون أو النبرة التي تحدث بها جيروم باول شديدة وصريحة وواضحة. قال بأن يجب أن إيصال مستويات التضخم إلى المستويات المستهدفة، أي يعني خفضها من مستويات 8.5% حاليا إلى 2%، وهي عملية ستكون مرهقة وصعبة لأنه تحتاج رفعات أكثر في أسعار الفائدة واستمرار الوتيرة السريعة في رفع هذه الأسعار. بالتالي عادت إلى السطح توقعات بأن يكون رفع أسعار الفائدة القادم ب 75 نقطة أساس، لا وبل حتى ممكن أن يستمر الرفع طوال العام القادم 2023، وذلك قد يوصل أسعار الفائدة نحو مستويات 5% سريعا نسبيا إن صح التعبير كأسعار فائدة، وهذا من شأنه أن يقتل النمو. وصرح جيروم باول وقال بأنه المرحلة القادمة ستكون مؤلمة على الشركات وعلى الأسر، بإشارة دقيقة إلى أنه تكلفة الإقراض وتكلفة الاقتراض ستكون مرتفعة إجمالا، لأنه راح تكون الشركات أولا ستتعرض إلى سحب السيولة من الأسواق، وذلك سيؤثر على أدائها من ناحية المشتريات أنه مبيعاتها، وفي نفس الوقت من ناحية التمويل الذي تحصل عليه. بالنسبة للأفراد ممكن مبيعات الملابس تنخفض وتتأثر بشكل حاد في الفترة القادمة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة. نعم، يعني الأستاذ رائد، يعني في ظل هذه المعطيات، هل من بيانات اقتصادية أيضا ستدفع اتجاه الدولار نحو المزيد من الارتفاعات؟ ما هي يعني على الأجندة الاقتصادية، ما هي البيانات التي ستؤثر على المزاج العام أيضا في أسواق العملات؟ مهم جدا جدا هذا الأسبوع البيانات التي ننتظرها، لأنها تؤيد توجه الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. نعم. حيث ننتظر بيانات سوق العمل يوم الجمعة، نون فارم بيرول أو بيانات وظائف غير زراعية الأمريكية، التي من شأنها إذا جاءت بقراءة إيجابية أعلى من 260 ألف وظيفة، 255 إلى 260 ألف وظيفة، أعتقد ستولد يعني ضغط كبير على الفيدرالي الأمريكي أن سوق العمل بأداء جيد، مستويات البطالة عند أدنى مستوياتها عند 3.5%، ذلك يعطي مساحة للفيدرالي الأمريكي أن يرفع أسعار الفائدة دون الشعور بالذنب أنه عم يضيق الخناق على النمو الاقتصادي أو يؤثر على نمو الاقتصاد. نعم، يعني وفيما يتعلق بهذه الفروقات بين قرارات الفيدرالي المتوقعة وأيضا تحديدا المركزي الأوروبي، إذن التوقعات أيضا للمركزي الأوروبي برفع يعني أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس لي يعني الحفاظ نوعا ما هو الحد من مستويات التضخم المرتفع في أوروبا. لكن المشكلة مختلفة في أوروبا. نعم. المشكلة أكثر سوءا في المنطقة الأوروبية، على الرغم من أنه يحذون حذو المركز الأوروبي يحذو حذو الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، ولكن مستويات أسعار الفائدة هناك فرق شاسع لا تزال بشكل واضح تظهر لنا أنه عندنا نزيف للأموال عم بيكون من القارة الأوروبية إلى الاقتصاد الأمريكي، نتيجة أنه أنا في عندي عوائد سندات أعلى، أسعار فائدة أعلى، بالتالي ذلك نستطيع أن نقيمه من خلال مقارنة السندات الألمانية بالسندات الأمريكية على سبيل المثال. أيضا الحرب الأوكرانية الروسية تضغط بشكل كبير ويوجد شتاء قارس صعب جدا على المنطقة الأوروبية، عنوانه الرئيسي تكلفة الطاقة المرتفعة ستؤثر بشكل كبير على الأوروبيين أو على المنطقة الأوروبية وعلى الاقتصاد الأوروبي على وجه التحديد، وهذا سوف يضغط بشكل كبير. بالتالي رفعت أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي ستكون محدودة وضعيفة التأثير ويبقى اليورو تحت الضغط. نعم، محلل أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر، كنت معنا من دبي، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل.